توجه رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي بخالص التهنئه للشعب المصري بمناسبه قرب حلول العديد من الاعياد والمناسبات الرسميه ومنها عيد القيامه المجيد وعيد تحرير سيناء وشم النسيم وعيد العمال وعيد الفطر المبارك وخلال جلسه مجلس النواب دعا رئيس مجلس النواب دعا الله أن تهل هذه الأيام وهذه الأعياد على الشعب المصري بكل الخير واليمن والبركات، وأن يعم الرخاء والازدهار على مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. السادة الأعضاء تحتفل مصر خلال الأيام القليلة القادمة بالعديد من الأعياد والمناسبات الرسمية منها عيد القيامة المجيد عيد تحرير سيناء شم النسيم عيد العمال واخيرا عيد الفطر المبارك فباسمكم جميعا وباسمي نتوجه بخالص التهنئه للشعب المصري العظيم بمناسبه قرب حلول هذه المناسبات والاعياد واسال الله سبحانه وتعالى ان تهل هذه الاعياد على الشعب المصري بكافه طوائفه مسلمين ومسيحيين بالخير واليمن والبركات وان يعم الرخاء والازدهار على مصر الغاليه بقياده فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي